وخشى ويل وخشى لايف ويل انت جا شتا مريض صاحبي قلت لك انا مرقت في البيت صاحبي ربنا من الناس صاحبي واش شنو البلان اين بلان لا 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 داكشي اللي قلت لك قبل كاع ما تدوي معايا فيها اخي درنا نتريبيو شوف انا ما باغيش داكشي ما مرتاح ليش ما غنمشيش ليه خليني والله الا خليني مرتاح اخويا هكايا واش انا درت مع مول الطاكسي درت مع الطريقه هو قال لي انا جاي عندك دابا انت غتبقى تحنسرني تخليني دابا هكا دابا داير كون ما درتش مع الراجل الكبير صاحبي غيدينا غدا ان شاء الله اش وجهو كيدير اصاحبي الشتاء وكدا والبرده اش هاد المواقف اللي كيطراو ديال الشتاء وكدا راه هما صاحبي التجارب ديال الحياه دويتي مع طارق وكدا هو قال لي انا جاي بلاتي غير تعشى وتنجي انا جاي رواد يلا مشيو لي اخويا نجيبو التعبئه بعدا والله واش هضرتي معاه بعدا تنقول لك السيد راه جاي عندي وفين عمي كنتي راه ما مشيتش لهاد الشيء هو دار شوف طلع قلنا لجيت الحانوت جيت البنك اخليها جيت البنك جيت البنك جيت البنك قريب صافي يلا سير بلان هذا صافي واش بلان خاوي هذا ولا كيفاش نمشيو واصافي انت واش حماق ما قالنيش فهاد الشيء انا ما بغيتش نمشي صافي شنو المشكل ما كاين حتى مشكل صافي كنشوف الجو كيدير صاحبي وكدا هادي راه عادي صافي نتوما نتوما تيجي بلا ما تبقى تحزر فيه بحال شي وليا شوف غتمشي معنا ولا لا مازال ما جمع حتى وزا وسير دابا جمع راه باقي حتى غدا صافي سير توكل على الله انا ما نبقاش نحزر فيك انا نيشان نجيك قال لك قاس حسن كذاب نيشان دابا بغيتي توكل على الله الناس اخويا اش نقول لك جمعتو ما طقطقش عرفو شي مجموعه طقطقش عثمان خرج اصاحبي مازال ما لبستي نتا ولا وانا عاد كنلا لبس على زماني بس لك هادشي جات خشان ندوز عندو غادي نمشي نشوف الطراي صاحبي اصاحبي راه بحال الوليه صاحبي كتشكى لنا صاحبي وي يا صاحبي البارح مرضنا صاحبي ديك الهضره ديال الوالد قالو با صاحبي شنو بدا تيقول فيه اصاحبي قتلنا بالتناوس ويدي الناس روح دوز خويا راه البرد راه ما يجي غير دو خارج اصاحبي وحنا باغي ندوزو السيمانه ب هاكم وتقاتورو هادي الولد تونا اصاحبي الصباح هذا اصاحبي شوي وانت اللي اخر مره دير معايا ديري معايا في نص الليل وفيقيني في الليل نيت سيرو اخو جيبو الباقي سيرو انا نحضر اش من 30 اصاحبي انت غادي للمخيم ديال ها انا جيبو كي 30 باقي 30 خويا غنحضر سيرو جيبو الباقي سيرو صافي قلنا لي اصاحبي صافي 30 زوج 5 باقي صافي كفر كبير عمو يا راه الطبيعه اللي تنقول كنجيو ليها شي الطبيعه راه نمشي نديرو هنا شي يلا الدراري نفتحو الطريق الى كابول هادشي اللي كنقول لكم اصاحبي تليفون خرجه ديال النمادي الله يحفظك امير الدالي الله يحفظك الله يسهل عليك كوما صوره اخرى سير سير انت وياه سير صراحه لكم خاطر شي والو
هذيك اخشان ها جايبين الرحله هذيك والله الا نتوما نوزاق جايبين الرحله وعاطين مدرستي الحلوة مدرستي الحلوة فيها شامبينا فيها لا لا عشا 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 مول فيكو أنا قولي وشي مول اشتريك يارد عليك والله ما فيك الخير بالله يا جورج أين الغابة يا جورج هنا هناك يا جورج احسن داك الحفله هو الشيء بلاصه واعره صراحه واعره وماكه والو يلا واه زوين داك الرمناد واحد الوقيطه صراحه واعره الله خو مازال لكم دابا والله ما تحركتكم باتوا هنا شريتو ما بانوا ديك الساعه ديال الرحله سكتنا صاحبي هنينا تمرضوني في راسي هزه صاحبي راه تمشي قبل ما تشد شتي انا ولا شي حاجه خرج معاكم ديال النم ما كندوي دابا انت صح ماشي معاك انا درا صاحبي وصافي هنينا صاحبي من تقريبا صافي هنينا انت مع راسك ولا زون شي هزه تمشيو زون جان الزينه هزه تدي لنا صاحبي عطينا امكم العذاب شتا انا نجي معاكم انا كاع تفو وتقطعت الجاكيطه تخيطها امك تفو لا حنا ما عييناش شحال حنا الزين واو على منظر واو 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 سبحان الله شي واحد دوم الحق اخي الدراري وانا جاي مالكم عاوتاني شوما عاطيني كاع الثقل تجيبوني شي نقع لا صاحبي وما تمرضنيش صاحبي راه كنقول لك مرض دير حاجه حل وحده اخرى من المرض ديالك حل وحده اخرى راه عثمان يا خويا واحد واحد يلا الدراري تلقاو يديكم شويه يلا يلا وحنا اخويا واش انت خدامين عندك ولا وراه هذا الزمر هذا داخل رتوها بوحدي وغادي يا صاحبي كنصيب را خويا علي شي حجرار نضيقهم ما تزيرش ما تزير الباش وما تزيرش راه هذاك غام من الفوق هذاك غا بحال ولا كان اليوم شتي انت راه مشيتيش على هنايا ها كيفاش على هادشي هنايا الاخر مشي جيب الماء مشي جيب الماء اه صنع الماء دابا صح سير الماء راه يا خويا في هادشي ايوا الصبر وصافي صراحه تجربه واعره كتستافد فيها بزاف ديال الحوايج قولي بعدا بالنسبه لهاد البلاصه زعما مامنه مزيانه اه صافي البلاصه مزوينه صافي داكشي راه خاوي الدواء حنا اللي كاين هنايا اه حنا مريحين وصافي وي غاد هاني ما كاين تا خوفه صافي واش تا مريض ما كاين تا خوفه
الو المرجو اهدف النداء رزق ما كاين صح صرا لا تما نشوفوا فين وصل في الماء طلق طلق شي مزيكا طلق يو يو الو ساكم احنا راه واصلين الويد هنا عم ريحي اريق نادك مع السي جي طاسميتها واقيلا مزيانه الدعوه هنايا لا لا بعدين الليل لا لا ما تخافش صافي يلا يلا تنجي يلا بسلام يلا سلام وليد وفيا صح وليد صونا وليد في الجوع ناس فرتو انا اتمان برا عمرنا داك براد اخويا خلاص اتمان مازال ما خدامش عندك اخويا انا عمرها صح تقمعك صح بدا كيدير بحال هكا يطيف معانا شحال وي طيب او الدراري قالت لكم 5 دقائق واو جداتي اخشان شبان لك في الحطه لا مزيانه صراحه ديال الله خويا مزيان تبارك الله على اتاي وصافي ناضي يا اخي وما تساليوش في الدكات اخي والله الا ناضي بالله زوين الدراري باقي كبير باقي راه باقي طاش معنا صلا للداخل من الشتاء هذا اللي بغى الزيت يقول الزيت غاجي بغى دابا غتحطها تبقى شي بغى التوصيل اللي بقى راه الباقي طار الباقي الزيت صافي حل حلك امريكا صاحبي ماك مدسر صاحبي راه انا باغي نقصي واسا هذا مدسر بوك دصاص هذا بحال ضربوا التريف هاك اخوتي 666 6 ديالك حرا نديهم لا طونطاني سخنه 6 ديال 5 تما 5 6 والله لا تبارك الله عليك اخي اقسم بالله الله شويه طلعت ناضيه بكاو شوف عليك عتما شتو انا صاحبي ما عرفت فينا هو كاع اجي عاوننا شويه نتحرك تحرك معانا صح وي خلينا صاحبي هذاك راه مريض صاحبي خلينا تا بلاتي ناس حنا عاوتاني في الليل بقى فايق هو فايق ما يجد لها السر مو مزيانه كاع اش دير انت كمل غنمشي يا اخوان نجيب شي لعيبات ونجي صافي يلاه تفق خونا ولا تفقتي حيد حيد هادشي ما طيبوش بزاف اه دائما كتفهم اخويا انت كلشي كتفهم كيف المحروق اصاحبي صافي صافي لقيت واحد العظومه اللي تخلعت اصاحبي فين هي الله يمشي الله يا خويا سير سير تريب انا غو هاكولا الدراري خصنا نمشيو اخوتي نجمعوا الحطب وكذا راه الليل والله اخويا الليل تصدكم على شي شتا ولا شي حاجه غتبقاو تموتوا غير بالبرد ماشي ولا كان الشتا زعما العافيه غنشعلوها مع الشتا لا غنغطيوها نديروا شي حاجه باش نغطيوها ونشعلوها صافي اللوجيك عندك اول سير سير قلت العرب مادام طلع عليا باقي راه شكون سكتو ديك غير دخلاني ولا لا دخلاني
دخلوا عليه الا سكتنا بعلو غندخل عليه شوف ما كتسوي فراسك هاد الاصوات هادو صافي داز درتي البطاطاك اصلا البطو الجران اصاحبي عنديش مال البطو الجران اصلا شي صوت اخويا جايين هكا ولا كم كنسمع ديال من هاد الصوت كنسمع شي وزاخ وشي حاجه هو اخويا خشان ما نكذبش عليك البحيره فين مريحين حنا مالها ممكن اخي يكون فيها شي جنون ولا شي بسم الله الرحمن الرحيم ما كان صعيب يدير بحال هكا ما بقاش تخلع فينا دابا حنا كنقول لك دابا اش كاين تخلع فينا صاحبي كرسي تخلع فينا صاحبي اش بغيتي عندنا صاحبي اش كتخلع فيا انا صار ما عنديش ما هذا الشيء دابا حنا شنو بدا نقولوا ليه باش يحس راسو هو تيقرا قرايه الكرسي ما غيكون والو ان شاء الله والله يا الدراري كاين شي حاجه هنا بالله عادي يا صاحبي مريحين خويا والله كاين مره خويا تقول لي يجي معنا شي لعبه انا صاحبي ما تخاف ولا صاحبي درت واحد الخفاز بحال شي كلب شي كلب كيشوف فينا ولا شي حاجه شكل لا صاحبي عادي يا صاحبي دابا انت كلب غيخاف منه راه العربيه هادي صاحبي وهاد الاصوات علاش حتى لدابا عاد كاينين كاينين في الليل وما تيقيت القاد الاصوات هادي عادي خويا ديروا لنا العافيه ولا شي حاجه خويا ماشي على الطو ولا شي حاجه العافيه حنا خاصك تاخذ الطريم شابش مشى برد دري خاصك تاخذ خاصك تاخذ تاخذ برد برد بابو خاصك تاخذ شي قاعد شي حاجه قرب بالدراري شي حاجه قسما بالله الا شي حركه تلك الاصوات صاحبي عاديين ديال هاد الاصوات انا راه ديرونجوني واحد قرب بالعلم المعبود الا شي حركه هنا جيب جيب اخويا هاد الكاس جيب هاك اشرب هاك اشرب هذا انا مابقاش انا واعر شي اخر مره غادي يمشي معايا فشي بلاصه نضرب معكم بحال كنتفلى خويا غنتي اللي كتحس حنا كاع ما تنحسوا الدراري هني ومن الله يرحم لكم الوالدين انا مشي اخويا غنقضي حاجتي في الدور ونرجع انا راح حداكم هنا النساء صافي سير اخويا الله يحفظك في الطريق فين هو هذا صاحبي اللي مشى من قبيله صاحبي مازال ما جا مشى السيد مشى يقضي حاجته صاحبي ورد طلع صاحبي راه داير الساعه اللي داير صاحبي مازال ما جاس ويلا كان معصوم ولا شي حاجه معصوم ضرب الكرموس سير اخويا شوفو سير يلا اخويا نمشي وسير ابو خليني حاضر الحوايج حداهم خالتك نمشي انا وياك سير اخويا الله يحفظك والله الا سيدي تمشي معايا نوض شكون يحضر الحوايج انا نوض شي صاحبي رجع نضربو البيله صاحبي طارق طارق شوف انت غتمشي من هنا وانا غنمشي من هنا واقيلا طيح على راسك نرجع حدا الحوايج وسير قلب عليه لا لا سيدي نرجعو وفين وفين مشى هذا صافي في هاد الليل واش باغي تقلب عليه ولا نرجعو انا وياك نقسيو صاحبي حتى نتوما مراه نطلع نتلاقاو هنا جوج دقائق نتلاقاو هنا طارق طارق وطارق ويلي لا طريق لهاد خونا هذا رجعنا قلنا له جوج دقائق فينا هو وخشان شوف طريق ويلي شتينا من جي قال هاد البلاصه هادي ولي حتى ولي غندخل غنسد عليا ما غنخرجش اللي بغى يمشي يمشي وشي واحد ضرب فيها الفلاشان اوي 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 اللي معام غادي اوي اوي قلت لك خليني نحدي الحوايج قلت لك خليني غادي نبحث سوليه واش
واش الدري معفن ما هو صاحبي ومالي انا خلينا نحدي الحوايج قلت لك قبل انا مشيت صاحبي سمعت شي صوت والحوايج نمشي هو صاحبي الدري اللي خاصنا راه موصينا على بوم انا تما عرفتي شنو سمعت سمعت صوت ديال النمره ولا ما عجبك الصوت ديالها فاش كان هذاك خونا ما عجبكش بعدنا خويا غندخل غنسد عليه انا سير قلب عليه انت صاحبي صوني عليه دابا صوني عليه صوني عليه كاع فوتوا لي مرضني يا صاحبي غن ايه الله تليفون طافي يا صاحبي كاين في نيويورك كاين الريزو هنا بعدا الريزو اصلا ما كاينش صح خويا اش دير الريزو ما كاينش الريزو ما كاينش سير قلب عليه اخويا الله يرحمك هو انا اخويا غنمشي انا جيت راه تخلعت كصحابي انت ما عارفين تصدقتي شوف غتبقى هنا انا غنخرج نقلب عليه صافي سير شوف عندك ربع ساعه غادي نعاود نرجع ما عاودش رجعت ما شنو قلب انا على الدري صاحبي نمشي نقرا لي شي حاجه طارق من الصباح كنقلبوا عليك اصاحبي بقا تعصبني يا صاحبي على ضحك ديال طارق طارق فوت طارق طارق عثمان واش غندير يا ربي تطريق في الفلاش ويتشت صحاب لي تحت فريق التليفون كتي من هنا من هنا عثمان اش كندير انايا؟ اتمان طارق